اهلا وسهلا بحضراتكم. مفيش حد في الدنيا بالمعنى الحرفي لكلمه في الدنيا، ملهاش علاقه بقى بمسلم ولا مسيحي ولا مصري ولا عربي ولا اجنبي، ما بيحبش الشيخ النقشبندي وما استمتعش بصوته. ولازم تبقى عارف انه مولانا النقشبندي كان رجلا عالميا بالمعنى الكامل، يعني هو لف الدنيا واتسمع في الدنيا. المثل المصري يقول اللي خلف ما ماتش، واللي ليه احفاد بقى ما ماتش برضه كمان يعني. فاحنا معانا احفاد مولانا الشيخ النقشبندي، احمد ممدوح ابراهيم النقشبندي. اهلا وسهلا، ازاي الصحه حبيبي استاذ؟ الاحوال كله تمام؟ الحمد لله والله تمام. واكرم ممدوح ابراهيم النقشبندي منورنا حبيبي استاذ. ازيك يا اكرم؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ والله الحمد لله. انا كنت اقول على مولانا الشيخ النقشبندي، وده الحقيقه مش انا اللي بقوله، هو التاريخ اللي بيقول كده. نعم. انه صوت عالمي ولف الدنيا، والكل بيعرف عربي ما بيعرفش عربي انبسطوا وسقفوا. دي حقيقة. واستمتعوا قوي، وده من ضمن الغرائب. الناس حبته ليه؟ تعال نبدأ الأول بأبو حميد ونروح لأكرم. تمام. أول حاجة كده عشان بسطته في التعبير وفي المعنى وفي الإحساس الجميل. ما كانش عنده تكلف نهائي في أي حاجة كان بيقولها. كان بيقول كل جمله من قلبه، ما كانش عنده رولز، ما كانش عنده التزام بأي، هو كل حاجة كانت طالعة من قلبه ومن إحساسه. فبالتالي البني آدم اللي بيطلع كل حاجة من قلبه بتوصل للجمهور طبعا، بتوصل بتمس القلب. فبالتالي هو فضل معلم مع الناس إلى أن تقوم الساعة، لأن هو فعلا كل كلمة كان بيقولها كانت نابعة من قلبه. حلو. لا كان بيلتزم بلحن ولا كان يعني هو كان حاجه كده الهيه ربانيه كده نازله. الله اه سبحانك يا رب. سبحان الله. وفعلا يعني احنا كلنا لما بنيجي، لما بسمع له اي حاجه لغايه دلوقتي والله استاذ يوسف، فعلا يعني جسمي بيقشعر كده، بحس ان هي كانك بتسمعها لاول مره يا استاذ يوسف. دي حقيقه. صح والله. انا بعتقد ان ده فتوح رباني كده، يعني كان مولانا هو اللي بيضع القاعده. بالظبط. مش توضع له القاعده. دي حقيقه. صحيح. بالظبط. صحيح. بالظبط. صحيح. حتى مع الألحان اللي هو كان بيغنيها بيبتهلها يعني، كان بس يعني مثلا الفنان الرائع بليغ حمدي، فإزاي الأستاذ بليغ حط اللحن للشيخ سيد والشيخ وساب له المسافة، الحرية كلها، اللي هو يا مولانا عيش. أنت عارف إن مولانا كان مستغرب لما قالوا له أنت هتقول على ألحان بليغ حمدي؟ فأصلا عارف القصة دي كويس. أوه. وكانت متسجلة هنا في هذا المبنى العظيم. تمام. يعني أيوة. فعلا يعني فعلا. إزاي طيب يعني أنا هقول على ألحان بليغ حمدي برضه؟ أيوة. ما ينفعش. فبليغ حمدي الله يرحمه قال له بص يا مولانا، أنا هخليك تقول على لحن لا قبله ولا بعده، ولو ما عجبكش هنمسح. تمام. فمولانا بدأ يقول وعجبوا اللحن زي ما تقول كده ونخشش في دماغه، خلاص. وخرج أثنى على بليغ وشد على يده. فعلا. والأعمال كتير ما بينهم طبعا، ما هو خلاص بقى أعمال كتير. وعشان كده اللحن ده فضل عايش لغاية الساعة اللي احنا فيها. أستاذ بليغ قال له أنا أعمل لك لحن يعيش العمر كله. أعمل لك لحن هيعيش العمر كله بعدي وبعدك. بالظبط. وهتشوف. فعلا. 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 وبالمناسبة دي مش بس عبقرية بليغ، ده عبقرية مولانا طبعا، اللي آمن بالفكرة. الله يفتح عليك. طبعا. وخاض المخاطرة. تمام. يعني بليغ حمدي بيقول ألحان للمغنيين العاديين، حب ومش عارف ايه وكلام من ده. طيب يعني هتيجي ازاي؟ وبعدين مولانا ده مولاه يقدر يقول لا. عادي جدا. بالظبط. طب نجرب. طب بقول لكم ايه، ما تيجوا نجرب الاول نسمع بقى. يعني نسمع. مش هنقعد نتكلم بس، احنا عايزين نسمع. عشان استاذ بليغ كمان نقول نسمع مولاي. نسمع مولاي الاول. مولاي. 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 يلا بينا مولاي. نسمع مولاي. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي
الأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع نادي بنور وجهك إني عائد وجل ومن يعود بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضا في رضا تحلو مرارة عيش في رضا وموتك سخطا على عيش من الرغد من لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك ويسمعه كل الخلائق ظل في يد الصمد أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك يا أدعوك يا ربي فاغفر زلتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي وانظر لحالي وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله من أحد مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوز به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي الله 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 الله. وبعدين آخر دقيقتين كده الرجالة صوتهم بدأ بقى إيه يفتح وينجلي وبدأوا يخشوا في الحالة. لا احنا نطلع فاصل ونرجع بقى ايه اصل انا بخلي بالك في الحاجات دي انا طماع. هنسمع بقى واحد واحد ما انا ما تاخدنيش في توك مش اتنين مع بعض فانا بقى لا واحد كده واحد كده واحد كده واحد انا قاعد فاصل ونكمل الكلام. لا كنا بنتكلم على الذكريات لما بقعد كده ببقى قاعد كده ليه عادة يعني فكان ليا زميل في مكان ما يقعدش غير كده بس. المهم سيبكم من الكلام ده خليني ارحب مره تانية باكرم واحمد النقشبندي منورنا. وهنا بقى هسال
انتوا خدتوا السكه وخدتوا الطريق ده عشان مولانا الشيخ النقشبندي، ولا في شيء ما هو اللي دفعكم؟ قد تكون مصادفه ما. بدات ازاي يعني؟ بص، بدات من واحنا مثلا من وانا عندي 5 سنين يمكن. انت كم سنه دلوقتي يا ابو حميد؟ انا 36. طب حلوين ما شاء الله، عقبال ما يبقوا 360. امين. ربنا يديك الصحه والعافيه. ربنا يكرمك يا رب. فهي بدات ممكن من وانا صغير خالص، بابا الله يرحمه اكتشف الموضوع فيا انا واكرم. وهو عايز اقول لحضرتك ان ثلاث ارباع العيله صوتهم حلو اصلا، يعني ممكن ما شاء الله ما شاء الله. دي حقيقه. ولو مش صوته حلو، وده حلو وده جدا وسميع جدا. مين فيكم الاكبر؟ اكرم. انا اكرم. 40. اكرم كام؟ 40. برضه صغنطه يا اكرم، ربنا يحييك عقبال ما يبقوا 400. فبابا الله يرحمه اكتشف ان احنا صوتنا فينا موهبه يعني. وطبعا كان ابويا برضو كان بيغني. الله. وعمي الله يرحمه كان بيغني. الله. وخالي. فالموضوع كان ما كانش غريب بالنسبه له ان احنا نطلع صوتنا حلو. العيله ما شاء الله مليانه. مليانه كلها، بقول لك كلها. حتى النساء فيهم اللي ما بتغنيش ما شاء الله. مثلا تلاقي فكان حلم حياته ان احنا نكمل، او ان احنا يشوفنا مبتهلين او منشدين. فبدا ينمي فينا القصه دي، بدا يعلمنا مقامات موسيقيه، بدا يجيب لنا الات موسيقيه في البيت. ثم توفاه الله واحنا وانا في 98، فما لحقش يحقق الحلم. طبعا كل واحد فينا دراسته كانت مختلفه. انا خريج اعلام تربوي، فكانت دراستي مختلفه تماما عن مجال الموسيقى او مجال الانشاد الديني. انت زميل ربنا خليك، ده شرف ليا. لا يا اخي، ده شرف. العفو العفو. وبعدين كمان انا مجال شغلي مختلف تماما بقى خالص عن الدراسه وعن الموهبه. يعني انا بشتغل اكزيكتيف سو شيف. اوكي. في مطعم توكا بوكا ريستوراند، يعني ملوش اي علاقه بالموسيقى، ولكن انا بعتبر الموضوع ده برضو موهبه. يعني انا اصلها فن برضو. اصل الاكل ده هو كمان شاطر قوي جدا يعني. هنروح وندوق. ده انت بتنور الدنيا. الله بنور والله العظيم بجد. انا الحقيقه واضح، انا اعتبرت برضو الموضوع ده حلم برضو بالنسبه لي، ان انا ابقى شيف شاطر، او ان انا وهي موهبه زي ما حضرتك قلت. طبعا. فالموضوع المزيكا بقى جه معايا ايه، ان انا ده حلم انا نفسي احققه، زي ما يكون كده ايه، هدف في دماغي انا حاطه، تارجت في دماغي. لان احنا فعلا عندنا محتوى. عاملين زي انا واكرم كده، عاملين زي باند صغير جميل. بنعمل فيه مزيكا دينيه. واختصرنا كلمه نقشبندي النقش بند للنقش بند. هايل. وده حلم بالنسبه لنا بقالنا كتير جدا بنسعى فيه، وان شاء الله مش هنبطل نسعى باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وعاملين زي فكره كده، محتوى جديد نفسنا الناس تسمعه، ان احنا عاملين ابتهالات الشيخ سيد النقشبندي، بس بتوزيع توزيعات جديده. الله ينور عليك. بتوزيع جديد، تقدر تشغله في عربيتك، تقدر تشغله في كل حته، تقدر تسمعه في كل حته، بس برؤيه مختلفه لينا احنا، بمزيكتنا احنا، بتوزيعنا احنا. ولكن الاساس موجود، الاساس هو. نسمعكم في العاصمه الجديده باذن الله في وقت من الاوقات. وبعد ما نروح العاصمه نروح بقى باريس، ونروح لندن، ونروح برلين، ونروح نيويورك. يا رب. وباذن الله نملى الدنيا. لان احنا المزيكا اللي في دماغنا فعلا زي ما قال احمد، جميع انواع الموسيقى اللي حضرتك ممكن تتخيلها، احنا الحمد لله عندنا الملكه اللي احنا نقدر نركب عليها كلمات ونقولها ما تصدقش يعني. الحمد لله رب العالمين. يعني انا واحمد لما بنقعد مع بعض اقول له طب ما تيجي نقول كذا على مقام كذا، على تراك كذا، او يعني عاملين شغل تركي، عاملين شغل شرقي، عاملين شغل هندي. عايز تاخد وقت بس. يعني عندنا حب وشغف للموسيقى غير عادي. يمكن الحياه بعدتنا شويه ان احنا نكمل ونخوض، ولكن بنرجع برضو نقعد مع بعض. طبعا لازم ونكمل. بالظبط. هي تاخد وقتها ما فيش مشكله. بس ما تخلوش الوقت يسرقكم. تمام. اهم حاجه خدها من اخوك العجوز. تمام. اوعى الوقت يسرقك. هتسمعنا يا اكرم؟ بص بغتك على طول. انا كده نقول هو ربي ومن اناجي، ربي ومن اناجي. رباه 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 يا من ولاجي رباه يا من ولاجي
رباه يا من أناجي في كل هذا النجوم، يا من له الروح تسمو حبا وراء الخلود، كلما ازددت قربا أيقنت أني بعيد، أني بعيد. رباه يا من أناجي في كل هذا الوجود، يا من له الروح تسمو حبا وراء الخلود، كلما ازددت قربا أيقنت أني بعيد، أني بعيد. أراك في كل شيء ولا أراك بشيء، فأنت في عين قلبي لكن بعيني خفي، وأنت ربي قريب ولا البعيد القصير، ما شاء الله ربنا يفتح عليكم. هي دي فعلا وعمليا قاعده لا تحسب. وقتنا جري لكن احنا لازم نيجي تاني في رمضان ان شاء الله نغني بقى فتره اطول. هو ان شاء الله تبقى غالبا الحلقه كلها غنى، لانه الحلقه في رمضان قصيره مش طويله زي بتاعت، بس بقى ايه بتبقى اطول من الفقر. تمام، يعني هنبقى نوع ساعه نقعد نغني ان شاء الله مع حضرتك. امان امان ان شاء الله. مش هبقى متقل عليكم. لا والنبي نورتوني وشرفتوني. شكرا لأكرم وشكرا لأحمد، كل الشكر ليكم. أحمد وأكرم النقشبندي نورونا وشرفونا، وأعتقد مولانا في مكانه سامع ومبسوط وسعيد، ودعواتكم ربنا يخليكم. ألف ألف شكر ليكم، كل سنة طيبين ورمضان كريم، وكل سنة طيبين يا جماعة. وإن شاء الله طبعا كريم رمزي هتلاقوه هلل علينا ده فين كريم داخل ورقم 10. ثم بقى ان شاء الله لو كلنا العمر طبعا هنقابلكم السبت كما جرت العاده. قولوا ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. سلام عليكم.